السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب في درس جديد من دروس الرياضيات للصف التاسع، وهو بعنوان تحليل كثيرات الحدود إلى العوامل، الدرس الرابع من الوحدة الثامنة، الجزء الأول. سوف تتمكن في هذا الفيديو من إيجاد العامل المشترك الأكبر. تذكر إن تحليل عدد ما إلى عوامله الأولية يعني كتابته في صورة ناتج ضرب عوامله الأولية فقط. انظر الآن إلى المثال التالي، العدد 12. يمكن كتابة العدد 12 في صورة ناتج ضرب عوامله الأولية كما يلي: 2 times 2 times 3. انظر الآن إلى المثال التالي، 8x to the power 4. يمكن تحليل هذا الحد بكتابة معامله في صورة ناتج ضرب عوامله الأولية كما يلي: 2 times 2 times 2. ثم نقوم بتكرار المتغير x 4 مرات. لاحظ، المثال الأول، مثال 1 صفحة 151. ما العامل المشترك الأكبر GCF لحدود كثيرة الحدود 12x to the power 5 زائد 8x to the power 4 ناقص 6x cubed؟ الحل: الخطوة الأولى عزيزي الطالب، اكتب تحليل عامل كل حد إلى عوامله الأولية لتحديد ما إذا كان هناك عامل مشترك أكبر آخر غير العدد 1. لذلك نأخذ الحد الأول وهو 12x to the power 5، ونقوم بتحليل هذا الحد من خلال كتابة المعامل وهو العدد 12 في صورة ناتج ضرب عوامله الأولية. لاحظ، 2 times 2 times 3، ومن ثم نقوم بتكرار المتغير x 5 مرات. لاحظ، أما الآن فنذهب إلى الحد الثاني وهو 8x to the power 4، ونقوم بتحليل هذا الحد من خلال كتابة المعامل وهو العدد 8 في صورة ناتج ضرب عوامله الأولية كما يلي: 2 times 2 times 2. ومن ثم نقوم بتكرار المتغير x 4 مرات. لاحظ، ومن ثم نذهب إلى الحد الثالث وهو نيجاتيف 6x كيوبد، ثم نقوم بتحليل هذا الحد وذلك من خلال كتابة المعامل في صورة ناتج ضرب عوامله الأولية كما يلي: نيجاتيف 1 times 2 times 3. ومن ثم نكرر المتغير x 3 مرات. لاحظ، نلاحظ وجود العدد 2 في الحد الأول، وهو أيضا موجود في الحد الثاني، وهو أيضا موجود في الحد الثالث. إذن العامل المشترك الأكبر للمعاملات هو العدد 2. الخطوة الثانية، حدد العامل المشترك الأكبر للمتغيرات. فنلاحظ وجود x cubed في الحد الأول ووجود x cubed في الحد الثاني، وهو أيضا موجود x cubed في الحد الثالث. إذن العامل المشترك الأكبر للمتغيرات هو x cubed. إذن العامل المشترك الأكبر GCF لحدود المقدار 12x to the power 5 زائد 8x to the power 4 ناقص 6x cubed هو 2x cubed. حاول أن تحل.
صفحة 152. أوجد العامل المشترك الأكبر GCF لحدود كل من كثيرتي الحدود A 15x squared plus 18 B negative 18y to the power 4 plus 6y cubed plus 24y squared. قم عزيزي الطالب بإيقاف هذا الفيديو الآن ثم حاول أن تحل. الآن قيم إجابة الفرع A. إذن العامل المشترك الأكبر هو العدد 3. أما الآن فقيم الحل B. إذن العامل المشترك الأكبر هو 6y squared. الواجب صفحة 155. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استفدتم منه بشكل جيد، وإلى اللقاء في درس جديد.